بسم الله الرحمن الرحيم. درسنا النهارده هو إحداثيات منتصف قطعة مستقيمة. طيب يعني إيه إحداثيات منتصف قطعة مستقيمة؟ أنا عارف أي قطعة مستقيمة بتكون مكونة من إحداثي سي اللي هو المسطر الأول، إحداثي صادي اللي هو المسطر الثاني. يبقى إحداثيات القطعة المستقيمة أو إحداثيات النقطة اللي منتصف قطعة مستقيمة لازم تكون مكونة من نقطة يعني مرتب سي وإيه وصاد. طب أنا عندي قطعة مستقيمة لها نقطة بداية لها نقطة نهاية، وأنا عايز أعرف إحداثيي السي وصاد بتوع نقطة منتصف القطعة المستقيمة. فبيجي هنا القانون بيقول لي إيه؟ لأي نقطتين ألف إحداثيات أخير واحد وصاد واحد، ب إحداثيات سي اتنين وصاد اتنين، عشان أجيب إحداثيات منتصف القطعة المستقيمة ا ب هستخدم القانون البسيط ده. زود مرتب لان زي ما اتفقنا لازم يكون زود مرتب س ص، عشان اجيب الاحداث س حتى اجمع س1 زائد س2 على 2، يعني اجيب المنتصف بتاعهم او المتوسط بتاعهم. نفس الكلام ص1 زائد ص2 على 2 عشان اجيب منتصف الاحداث الصادي. يبقى انا كده جبت إحداثيات منتصف القطعة المستقيمة ا ب، مجموع السينات على اتنين، مجموع الصادات على اتنين، وما ننساش ابدا ان هما ايه؟ اقواس مرتب للنقطة. فتعالوا كده نشوف قانون السينات بيقول ايه؟ لو ا ب قطر في الدايرة اليمين، حيث نقطة ا الإحداثي بتاعها 4 سالب 1، ونقطة ب الإحداثي بتاعها سالب 2 و7، وأنا عايز إحداثيات نقطة مين؟ السين والصاد بتوع نقطة مين؟ وطبعاً مين إن هي مركز الدايرة، يبقى هي بتقع في منتصف القطر ا ب. يبقى أنا كده هرجع أقول كده بمعنى مين عشان أجيب الإحداثيات بتاعت نقطة مين؟ عبارة عن زوج مرتب مجموع السينات على 2 ومجموع الصادات على 2. تعالوا كده نعرف احنا عندنا ايه؟ 4 زائد سالب 2، يبقى انا ممكن اكتبها على طول 4 ناقص 2، كل حاجه بتشتغل. طب وهنا سالب 1 زائد 7. يبقى سالب 1 زائد 7. طب تعالوا بقى نطلع الجدول. 4 ناقص 2 2، 2 على 2 1. 1 سالب 1 زائد 7 موجب 6 على 2 3. يبقى معنى كده ان احداثيات نقطه م اللي هي منتصف القطعه المستقيمه ا ب اللي هي مركز الدايره بتاعتنا هو 1 و3. طب تعالوا نشوف معايا مثال مين بيقول ايه؟ اذا كانت ج 6 وسالب 4 هي نقطه منتصف القطعه المستقيمه ا ب، حيث نقطة أ إحداثياتها 5 وسالب 3، عايز يعرف إحداثيات نقطة ب. طب لو لاحظنا مع بعض كده، هو المرة دي أنا عندي قطعة مستقيمة بدايتها أ ونهايتها نقطة ب، وهو بيقول لي إن نقطة ج اللي تقع في المنتصف إحداثياتها موجودة 6 وسالب 4، عايز يعرف إحداثي نقطة النهاية ب. طيب أنا هعمل إيه؟ أنا هكتب القانون معوض. أنا هفرض إن نقطة ب اللي أنا مش عارفها إحداثياتها س وصاد. طيب بمعنى أنت بتقول لي إن دي هي نقطة منتصف القطعة المستقيمة ا ب، يعني معنى كده إن أنا لما أجمع س زائد 5 على 2 وصاد ناقص 3 على 2 هيساوي نقطة المنتصف اللي أنا عارفها 6 وسالب 4. طب تعالوا كده نشوف المثال رقم 2 بيقول لي إيه؟ بيقول لي لو جيم النقطة 6 وسالب 4 هي نقطة منتصف القطعة ا ب،
حاجز نقطة ألف خمسة وسالب تلاتة عايز إحداثياي نقطة ب. طيب تعالوا نفكر واحدة واحدة. هو بيقول لي إن أنا عندي قطعة مستقيمة بدايتها ألف ونهايتها ب، طب فين ج؟ هي نقطة منتصف القطعة المستقيمة ألف. طيب نقطة ألف موجودة ونقطة ج اللي هي منتصف موجودة ونقطة ب اللي عايزين نعرفها. طب انا هفترض ان نقطة ب مش موجودة عندي هي س وص لحد ما اعرف الاحداثيات بتاعتها كام. بما ان ج منتصف ا ب فانا هكتب القانون معاه. يبقى انا عندي مفروض ان انا اقول س زائد 5 على ب وص ناقص 3 على ب هيساوي نقطة المنتصف 6 وسالب 4. طيب هعمل بعد كده هساوي سينات ببعض وصادات ببعض. فهيبقى عندي س زائد 5 على 2 بيساوي 6 وص ناقص 3 على 2 بيساوي سالب 4. حتى احل المعادلات عادي جدا. انا عندي دلوقتي 2 في 6 ب 12 يبقى س زائد 5 بيساوي 12. حوالي 5 هناك بعكس الاشاره يبقى س بيساوي 7. طب بنفس الكلام 2 سالب 4 سالب 8 يبقى انا عندي ص ناقص 3 بيساوي سالب 8. عوض سالب 3 الطرف الاخر بعكس الاشاره يبقى ص بتساوي سالب 5. يبقى انا دلوقتي عندي احداثيات نقطه ب الس طلعت ب 7 والص طلعت بسالب 5. وطبعا ما ننساش نكتبها في ب وس مرتب لان دي نقطه. طب تعالوا نشوف لحظه مهمه بيقول لي ايه؟ بيقول لي يمكن اثبات ان الشكل الرباعي ا ب ج د متوازي الله. احنا خدنا الموضوع ده في الدرس اللي فات في درس البارت 2 واثبتنا ان الشكل الرباعي متوازي الله لما اثبتنا ان كل ضلعين مقابلين تساوي في الطول. طب النهارده هناخد طريقه جديده ان انا اثبت ان الشكل بتاعي ده متوازي الله. لو اردت اثبت ان احداثي يلي نقطه منتصف القطر ا ج هي هي نقطة منتصف القطر ب ت، فأنا هجيب منتصف أ ج وهجيب نقطة منتصف ب ت. لو طلعت نفس النقطة واحنا شايفين القطرين بيتقاطعوا نفس النقطة يبقى فعلا الشكل بتاعنا ده متوازي الله. طب تعالوا كده نشوف مثال بيقول لي اثبت إن الشكل أ ب ج د متوازي الله حيث نقطة ألف 4 و 3 نقطة ب 0 و 2 نقطة ج سالب 2 وسالب 3 ونقطة د 2 وسالب 2. طيب أنا هبدأ الحل والحل هنا هيبقى سريع يخلص في نقطتين بس. هقول كده بالمعنى إحداثيات نقطة منتصف القطر الأولاني اللي هو ألف ج بتساوي أنا حافظ القانون مجموع السينات على 2 مجموع الصادات على 2. يبقى إحنا عندنا 4 ناقص 2 وهنا 3 ناقص 3. 4 ناقص 2 2 2 على 2 فيها الواحد 1. 3 ناقص 3 0 0 على 2 0. يبقى نقطة منتصف أ ج 1 و 0. هجيب نقطة منتصف القطر الثاني ب د، لو طلعت واحد وصفر برضه يبقى فعلا القطران بيتقاطعوا في نفس النقطة يبقى الشكل بتاعي ده متوازي الله. بمعنى إحداثيي نقطة منتصف القطر الثاني اللي هو ب د مجموع السينات على 2 مجموع الصادات على 2 ادي ب وادي د يبقى 0 زائد 2 وهنا 2 ناقص 2. 2 على 2 واحد 0 على 2 0 يبقى فعلا الشكل بتاعي موازي الله. لو انا سميت ده رقم 1 وسميت ده رقم 2 هقول له كده من الاستنتاج رقم 1 والاستنتاج رقم 2 نجد ان الشكل ألف ج د متوازي الله. طب تعالوا كده نقرا السؤال الأخير اللي هو السؤال الخطي.
لو انا عندي النقط ألف وب ودي مودال اربع نقاط تقع على استقامه واحده، وكان ألف ب بيساوي ب ج بيساوي ج د، والنقطه ألف 1 3 ونقطه ج 5 1 عايز احداثيي النقطه ب.